وهنا بقى أنا وصديقة العمر، طبعا كنا مبسوطين قوي. احنا بننبسط جدا عامة لما بنشوف بعض، يعني مش شرط احنا بقى في فرح، احنا في نادي، احنا في أي مكان بنبقى مبسوطين. وده طبعا أستاذ ياسين بيتنرفز جدا من الكاميرا. بص وقعها مني ازاي، لكن انا برضو صممت ان انا هصوره، وطول اليوم وانا برخم عليه ومصممة ان انا هصوره برضو. هرخم عليك يا ياسين، مهما حاولت يعني. هتشوفوه بقى في معظم اللقطات في الفيديو، كل ما اشوفه ارخم عليه. هسيبكم بقى هنا تستمتعوا بالفرح وتتفرجوا على العروسة والعريس. هما كيوت قوي وصغننين جدا. اللي هيتكلم بقى ويقول ان هما سنهم صغير، ايوه هما فعلا سنهم صغير، يعني اعتقد ما تخطوش العشرين سنة. هي في ناس بتحب الجواز يعني في السن ده، على قد ما ليه مزايا ليه عيوب برضو. هما الاتنين سنهم كده وبيحبوا بعض، وربنا اراد ان هما يتجوزوا. ده باباها، ده والد العروسة. العروسة دي بقى تبقى مامتها، صديقتي برضو من ايام الطفولة. هي اتجوزت بدري طبعا، وبنتها عشان كده بنتها كبيرة. واليوم كان حلو قوي، وحبينا ان احنا نقضيه مع بعض. جميل جدا يا جماعة ان تلاقوا يعني الاصحاب بيفضلوا موجودين مع بعض لحد ما يجوزوا ولادهم. عايزه اقول لكم الاحساس اللي الواحد كان حاسه ما حدش يقدر يوصفه، يعني ان احنا شايفين ولادنا وهم بيتجوزوا. بصي العمر كله اللي عدى ده اكني ما فاتش حاجه، اكن عدى كده، ولا اكن في عمر عدى، ولا اكن في سنين 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 كتير عدت علينا. هنا انا صورت فارس وقاعد كان بيلعب الموبايل. الاطفال ده ما اعرفش ما بيسيبوش الموبايل، انا بحاول ان انا اخده منه في البيت على قد ما اقدر، لكن الالعاب بقى والتكنولوجيا بقى ربنا يهديهم كلهم. وهنا ياسين بص بقى برضو برخم عليه. بس كل ما يشوف الموبايل او ان انا بصوره ياخد بعضه ويجري. واخيرا ياسين قرر ان هو يضحك او يبتسم. بصوا هنا بقى لحد ما اقنعته ان هو يتصور. بصوا بيعمل ازاي. سكر ما شاء الله، ربنا يحميه. هنا بقى العروسه والعريس، اسيبكم تتفرجوا عليه وتشوفوا احداث الفرح. وهنا بقى زي ما بنسمع في الافلام في اخرها دايما بيقولك واصبح الهدوء يعم المكان. الجو بقى هادي خلاص والفرح انتهى، ونشوفكم بخير في